مرحباً أيها المقنعون الصغار. أعد لنا الأدوات أيها النينجا. أطفال النهار بحاجة إليها. بل أنا بحاجة إليها لأجل محاربي النينجا الخارقين خاصتي، إنهم يزدادون قوة. سرعان ما سيتسنى لي تعليمهم حركات النينجا الخارقة. إنهم لن يضاهوني قوة. لننقذ يوم الرياضة. أنا سأتولى الأمر صديقي. عجباً، أعد لي هذه الدراجة. أطفال النهار بحاجة إليها. ماذا توقفوا؟ واو، أصبح محاربو النينجا أقوياء. نعم، وهم بصدد التدرب معي. قلت بصدد. والآن لساحة التدريب التالية. اقلب لي الصفحة. محاولة موفقة، لكن تلزمنا خطة تضم ثلاثتنا. لا، محاربو النينجا هؤلاء صغار، لابد أنني أفوقهم قوة. هيا. أرأيتما؟ كمين ممتاز. عندما يأتي محارب النينجا سأحتجزهم. ربما يفلح ذلك. بالطبع سيفلح بسبب قوتي الخارقة. راقباني. متأكد لا تحتاج المساعدة؟ أنا بخير. تتمحور الخطة حول قوتي الخارقة، أما أنتما فتراجعا. هذا فظيع. انظروا إلى القطة الصغيرة، تمكنا من تقليص حجم واحد، بقي اثنان. وراءهم يا محاربي النينجا. نحتاج إلى الآلة كي أعود لحجمي. بصراحة صوتك مضحك جدا. سنساعدك. لا أحتاج مساعدة. ربما أنا عالق في جسد صغير، لكنني لازلت كبيرا وسأثبت ذلك. سرعة الخير. يا محاربي نينجا. لا أريد الرقص. لكنك ستبدو ظريفا جدا، المقنع الراقص ضئيل الحجم. إن خطتي عبقرية، ليست كخطة الاستيلاء على العالم. بالطبع هي كذلك. هل سبق ورأيت هذه الرقصة؟ إنها مسلية بالفعل، لكن سيكون بوسعي أن أفعل ما أشاء عندما أستولي على العالم. تخفي الزاحف الخارق. لكن لما تفعل شيئاً آخر بينما لديك هذا؟ أمسكتك أيها الفتى القط. وأنا أمسكتك. كفوا عن التحديق، إلحقوا بهم. بصراحة نحن نحتاج إلى خطة يمكن أن نطبقها رغم صغر حجمك. لست صغيراً جداً، أستطيع أن أقودكما. أن أتولى أنا القيادة. من نجم البرامج التلفزيونية الآن؟ أنا هو. رائع، والآن خذ لقطة جانبية. إنه سيف المعلم فانغ، هيا أعده حالاً. أوه، إنه الفتى القط الصغير. انسى الأمر، يمكنني استخدام هذا السيف بشكل أفضل من ذلك المعلم الفاشل فانغ، وهذا يعني أن برنامجي سيكون أفضل. أيها الفتى القط، ما الخطة؟ سرعة القط الخارقة. شجاع انتظر. أنتم أيها المقنعون الصغار لستم على طبيعتكم هذه الليلة.
غاضب للغاية، حتى إنه لم يخبرنا بخطته. ماذا يريدنا أن نفعل؟ لا أدري، دعنا نساعده. تخطي الزاحف الخارق. نينجا تحركوا. القذيفة اللاصقة. حان وقت برنامجي التلفزيوني الخاص، ولن يكون هناك تذاكر لتماثيل المقنعين العاجزين عن التصفيق. لن تفلت بفعلتك. حقا، لكن ها أنا أفلت بفعلتي الآن وداعا. إلى اليسار، إلى اليمين. سأحرركما. شكرا أيتها البومة. محارب النينجا الشرير. أتعلم ما يميز حفل المعلم فانغ؟ قالب الحلوى. لنلحق بهما، هيا بنا. أحسنتما يا محاربي النينجا. وها هم المقنعون الصغار. هل أتيتم لإبداء إعجابكم بقالب الحلوى خاصتي؟ إنه ليس لك، إنه للزاحف. ما عاد كذلك، إنه حفلي. وأنتم لستم مدعوين، حان وقت ألعاب الحفل. لا يمكنك إقامة حفلة لك بقالب الحلوى خاصتي. هاي، نستطيع هزيمتك بإحدى الألعاب. أنتم ماذا؟ لنلعب المطاردة العمياء. كأنكم تستطيعون هزيمتي، لكن إن أردتم المحاولة سنلعب تمرير الهدية. أريد المطاردة العمياء. لا، هذا حفلي وأنا أختار اللعبة. لن ألعب إذن. جيد، لم أشأ ذلك على أي حال. هيا أبقيه منشغلا وأنا سأحضر القالب. أنا والزاحف نريد أن نلعب. وسوف تخسران. محاربي نينجا، أحضروا الهدية. حسناً، سنمرر الهدية حتى تتوقف الموسيقى، والشخص الذي يحملها يزيل الغلاف. أي موسيقى؟ ها ها، توقفت الموسيقى. يا لحسن حظي. حسناً، الجولة الثانية. أنا ثانيةً. قلت لكم إنني بارع. ماذا تنوي أن تفعل؟ ألم تكتفي بسرقة حافلة المدرسة؟ لا، بواسطة هذه الدواليب ستتسلق حافلة النينجا وتزحف وتتسابق في أي مكان. أفضل بكثير من مركبتك. مركبتي أفضل بكثير، سأثبت لك هذا. وكيف ستفعل ذلك بعد أن استوليت على مركبتك؟ ماذا؟ لا، ابتعدوا عن مركبتي يا محاربي نينجا. سرعة القط الخارقة. ريح البومة. لا أعتقد أنني سأبقى هنا للتحدث مع المقنعين الصغار. هيا بنا يا محاربي نينجا. عود يا نينجا الليل. لما ذهبت وحدك مجددا؟ كيف سنساعدك إن استمريت بالذهاب وحدك؟ كدت تتسبب بسرقة المركبة. اهتممت بالأمر، ولو أنكما لم تقلقا بشأن الاعتناء بي لتمكنت من استعادة الحافلة. هناك. حسنا، هيا. لا تقلق، سأتولى الأمر ولا أحتاج إلى المساعدة. أيها الزاحف، انتظر. مهلا. ها قد فعلها مجددا. يجب ألا يقلق الفتى القط والبومة علي، سأنال من ذلك النينجا. يتجهون نحو المدرسة. سأذهب حالا. أمسى
أمسكت بك الآن. هل تعتقد أن مركبتك الرديئة قادرة على إيقاف حافلة الخارقة بعد أن اكتملت الآن؟ أمسكتك. أتعلم؟ أعتقد أنه يريد أن يمرح معك. أجل، لما سيلعب معك إن كان يخطط لشيء؟ يلعب؟ انظري إلى هذه الفوضى، إنها كارثة. أنت من تسبب بمعظمها. لا، هيا الآن اذهب. أيها الفتى القط، إنه خائف، لا يمكنك طرده. علينا هذا، وجوده هنا يعني أن نينجا الليل سيفعل شيئا، علينا أن نبحث عنه. إلى طائرة البومة. لنجد نينجا الليل، النظرة الثاقبة. لا أرى شيئاً، وماذا عنك أنت؟ لا أرى شيئاً أيضاً. لقد جاء معنا. لا يفترض أن تكون هنا. متأكدة أنه يريد أن نساعده. لا، إن أردت الحفاظ على سلامتنا يجب أن نخرجه من هنا. حسنا، لا يمكننا فعل شيء لنهبط، ويجب أن يمسكه أحد. زاحف، أمسكه حتى نهبط. سأخذه لأحرص على ألا يتسبب بمشكلة. لا، أعطني إياه زاحف. أمسكت بك. سعيد، تسبب باصطدامنا. أيها الفتى القط، أنت السبب بتعرضنا للاصطدام. أيها المقنعون، أليست ليلة رائعة لركن الحافلات في المتنزه؟ نينجا الليل، ما حاجتك إلى تلك الحافلات؟ أعدها حالاً. لا أعتقد ذلك، رحبوا بحصن الغضب خاصتي، أفضل مقر على الإطلاق. المعذرة، لكن مقرنا هو الأفضل على الإطلاق. أعد الحافلات المدرسية إلى مكانها ليستقلها الطلبة. أجبروني. سأطير إلى هناك لألقي نظرة عن كثب. جناحي خارقان. محاربي نينجا، لنستقبل الفتاة المزعجة الطائرة استقبالا صاخبا. الصوت صاخب. البومة، عضلات الزاحف الخارقة. سرعة القط الخارقة. شكرا لك. حسم الأمر نينجا الليل، سنقضي عليك. المعذرة، هل قلت شيئاً؟ الجلبة في حصني منعتني من سماعك. الدفاع بالأبواق قوي جداً، علينا تزويد مقرنا به. لماذا؟ لا نحتاج الصخب، لدى مقرنا سبل كثيرة لردع النينجا. رفيقاي، لنستخدم مركباتنا لوضع حد لحصنه. هذا ممكن، أو بإمكاننا استخدام مولد ضجيج لنوقفه. ولكن امتلاكه لواحد لا يعني أننا نحتاجه. إلى سيارة القط. متى ستعترفون بروعة حصني أيها المزعجون؟ هيا اعترفوا، قولوها. مستحيل، سوف نستعيد الحافلات. أيها القط، سأقوم بإخلال توازن سائر الحافلات بضربها. فكرة سديدة زاحف، وسأحرص على ألا تتضرر. السماء تمطر قذائف لاصقة. ماذا؟ أهم السارقون؟ من كان يعلم أن نينجا الليل يحب الفن؟ أحسنتم يا محاربي نينجا، ستختفي جميع القطع الفنية في العالم قريباً، وستكون جميع القطع الفنية ملكي. أجل، هذا منطقي. يظن أنه سيكون أفضل فنان إن كان الفنان الوحيد، لكننا سنردعه. توقف نينجا الليل، هذه ليست لك، عليك أن تعيدها. سألقنك درساً قاسياً.
ها، ماذا تفعلين أيتها البومة؟ جعلت رمالة تغطي تمثالي، لذا سيعجبك هذا. جناحي الخارقان. هاي بومة، أوقف الرمال. نينجا الليل لا يتأثرون لأنهم يضعون الأقنعة. أو عزيزتي، يا لها من ورطة في ساحة اللعب الخاصة بالمقنعين. أراكم لاحقاً أيها المكسوون رملاً. أيتها البومة، لما فعلت هذا؟ الانتقام من نينجا الليل ليس صائباً. أجل، المهم أن نعيد القطع الفنية، والآن اختفى المزيد منها. لا تقلقا، سأعرف مكانهم بنظر الثاقب. هيا بنا. أنا أراهم، إنهم يسرقون ثانية. أعدها حالاً نينجا الليل، نعلم بأنك تريد أن تثبت بأنك فنان، لكن السرق أمر خاطئ. أوه أرجوك، وكأنك تستطيع إيقافي. لا، أنا سأفعل. هيا بومة، أعيدي باقي الطلاء، ونحن سنهتم بأمر القطع الفنية. أولاً سأهتم بأمر نينجا الليل. ماذا تفعلين؟ أضع الطلاء في خزان الماء، غطى تمثالي بالطلاء، والآن حان دوره. ماذا؟ يه يه. انتظري. نينجا نينجا نينجا، أنا أفضل نجمي بوب. نينجا الليل. أوه المعجبون أخيرا. أعد إلينا آلاتنا. كلا، كل نجوم البوب بحاجة إلى فرقة، والفرقة تحتاج إلى آلات. لكنك لست نجم بوب. ماذا؟ كيف تجرؤ؟ محاربي نينجا اعزفوا. نجم بوب، نجم بوب، بوب. أنا أفضل نجم. نجم بوب، نجم بوب، بوب. رأيتم؟ صوتي قوي لدرجة أنه يحطم الأشياء. ومن يفخر بذلك؟ أنا أيها الزاحف الأحمق، هذا يثبت أنني أفضل مغن على الإطلاق. انتظروا حفلي الموسيقي الكبير في المتحف. هيا محاربي نينجا. نجم بوب، نجم بوب، بوب. علينا إيقافه وإلا سيفسد كل شيء. ولن يكون معنا آلات لنعزف في الحفل الموسيقي. لنذهب للمتحف. نينجا نينجا نينجا. لا تعزفوا بصوت مرتفع، لن يسمع أحد صوتي. أنا أفضل نجم بوب. محارب نينجا يغني. توقفوا، أنا النجم هنا وليس أنتم. تراجعوا. أكثر، أكثر قليلا، أكثر، ممتاز. والآن أين كنت؟ واحد اثنان، واحد اثنان ثلاثة أربعة. أنا أفضل نجم بوب. نينجا 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 نينجا. استمروا يا محاربي نينجا، قريبا سيعرف الجميع من أكون. ماذا؟ المقنعون الصغار قادمون. ممتاز. توقف مكانك يا نينجا الليل، ما قصة الملصقات؟ أيها المقنعون، لا يمكنكم أن تلوموني لأنني أتفاخر. أنا على وشك القيام بأروع حركة جريرة على الإطلاق. هذا ممتاز، إن قام نينجا بأروع حركة شريرة فسأقوم بأروع عملية إنقاذ. أعلم بأنني مشهور لقيامي بأمور شريرة، لكن انتظروا إلى أن أنتهي من هذا. سأغطي المدينة بقذائف لاصقة ضخمة. ها؟ واحدة للمدرسة وواحدة للمتحف، ودعونا لا ننسى المتنزه. سيتحدث الناس عن هذا وسيستمرون بالتنظيف إلى الأبد. لا أصدق، إنها ضخمة بالفعل. لا تقلق زاحف، أترك الأمر لي. ها، هذا ما كنت تفعله في وقت فراغك؟ الشر ليس مجرد هواية. هذه القذائف اللاصقة ليست ضخمة وحسب، بل إن معادلتي الجديدة تجعلها مطاطية، لذا ستكون أفضل. ماذا تعني بأنها ليست رائعة؟ هل لديك فكرة أفضل لجعلها أروع؟ سنرى بشأن ذلك. هيا أيتها القذائف.
لدي فكرة أفضل. مهلا، أفضل عمليات إنقاذ لي ها هي قفزة القط الخارقة. نينجا الليل وطبلي. إنه لا يفسد الموكب، إنه يحوله إلى موكب خاص به. المقنعون الصغار، يسرني انضمامكم إلينا. محاربي النينجا؟ ماذا كنت أقول؟ أو أجل، تعتقدون أنكم قادرون على التخطيط لموكب؟ أجل؟ هذا غير صحيح. ألوان صارخة، موسيقى سعيدة، سأريكم الطريقة الصحيحة للقيام بالموكب. ها يا. و توقفوا. يا إلهي يا نينجا الليل، لماذا لا تشاركنا في الموكب؟ أجل، يمكننا أن نشارك معا. مستحيل، هذا موكبي وسأنفذه بطريقتي. لا يمكنك أن تقود أحدا ببراعة كبراعته. أجل، القط بارع في ضبط الإيقاع، حتما سيتبعك محارب نينجا. من دون طبلي؟ لكن ماذا إن أخفقت؟ حان الوقت لتحويل هذا إلى موكب نينجا الليل الاستعراضي الرائع. اتبعوا قائد الموكب يا محاربي نينجا. إلى الأمام. بسرعة، علينا أن نوقفهم عن وضع أعلام النينجا وطلاء العوامات. جناحي الخارقان، عضلات الزحف الخارقة. أيها القط، أصدر إيقاعاً ليتبعك محاربو نينجا. ليس من دون طبلي، يجب أن أستعيده. ماذا تفعل؟ سآتي حالاً. أعطني طبلي. حسناً. والآن أنت ملتصق بالقذائف اللاصقة الخارقة، لذا سآخذ هذا أيها الفتى القط. لا يوجد أحد سوى البومة. ماذا؟ الزاحف يتجه نحو الغابة؟ لنجعله يظن أن حاسته الخارقة السخيفة صحيحة. لماذا نحن في الغابة؟ سيكون نينجا الليل في المقر. حاستي الخارقة تخبرني بأنه قريب من هنا. في الواقع إنه هنا. أمسكت بك. آسف زاحف، لكن لا أحد هنا. ربما لا تملك حاسة خارقة. سرعة القط الخارقة. ماذا يحدث؟ لقد كنت محقاً، وهذه القذائف تثبت ذلك. والآن تقول حاستي الخارقة إنه ذهب من ذلك الاتجاه. هيا. يظن ذلك الزاحف الأحمق أنه سيفوز في اللعبة. هناك شيء آخر في انتظاره. لم تكن حاستي خاطئة، لقد ذهب من ذلك الاتجاه. نحن عالقان، لن نذهب إلى أي مكان إلى أن نزيل هذه. ستأخذ وقتا طويلا. اتبعني. تقول حاستي إنه سيتسلل إلى المقر الرئيس من الخلف، من الجانب الآخر للبحيرة؟ لكن حاستك أخطأت لمرتين، لن نخاطر مجدداً. إذن سأذهب وحدي وسأثبت لك بأنني محق. انتظر، يجب أن نساعد البومة وإلا سوف نخسر. بومة، ذهب الزحف وحده. ماذا نمسك به نينجا الليل؟ لنذهب ونجده، لكن لن يبقى أحد لحراسة المقر. سأثبت لهما أنني أمتلك حاسة خارقة. يا إلهي، أنا عالق. لا. مرحبا أيها المقنعون، هل أحببتم عربتي؟ ليست عربتك، إنها تخص المتحف. بالطبع عربتي، أنا أفضل نينجا في العالم، لهذا سأحصل على أفضل عربة. محاربي النينجا، نسيتم تلميع هذا. أعدها وإلا سنضطر لأخذها. أو مياو، أنت لا تخيفني أيها الفتى القط. خذوني في جولة أيها المحاربون، تحركوا بسرعة. قلت بسرعة أيها الكسالى، أسرع.
والآن فليقم اثنان منكما بالعودة إلى الخلف لتهويئتي. لماذا أصبحت السرعة بطيئة؟ أسرعوا أكثر أيها الكسالى. ما معنى ذلك؟ لم تعجبهم طريقتك في القيادة. أجل، أنا قائدة أفضل منك. نحن نلعب ونستمتع كثيراً. هذا سخيف. ماذا؟ يبدو أنهم غيروا فريقهم. رائع. أيها المحاربون الأشقياء، سأعود قريباً لأخذ عربتي. عندها ستحدث مشكلة، مشكلة كبيرة. إنهم ظرفاء. هذا ممتع. رائع، لكن قبل أن نستمتع لنضع هذه في مكان آمن. أوه. إنها ثقيلة. سأستخدم عضلات الزاحف الخارقة. مهلا. سيكون عملا ممتعا إن قام محاربون نينجا بذلك، لكنني سأسميهم صغار البومة. ما رأيكم بصغار البومة؟ يريدون جري. هيا يا صغار البومة افعلوا. ممتع أن تكون قائدا. يبدو هذا ممتعا، لكن هذا لا ينهي المهمة أبدا. لا بد أن أحطمها. لا شيء يقف في وجه لكمة الثلاثية القوية. أتتمرن على حركة رقص جديدة؟ لم تحزر هذه المرة. أيها المقنعون المزعجون، أنتم لا تملكون فكرة عما لدي، صحيح؟ صخرة كبيرة عملاقة؟ ليست مجرد صخرة عادية. محاربو النينجا أحضروها إلى هنا من معبد قديم أعلى الجبل على بعد آلاف الأميال. إنها صخرة الطاقة القصوى. صخرة الطاقة القصوى؟ قرأت عنها في كتاب الكونغ فو. هناك أسطورة حولها تقول فيها وسام ثمين جدا كهذا. إنها كالميدالية. إنه وسام وليس ميدالية، والبطل الأقوى فقط هو من يحطم الصخرة ليحصل عليه. وأقصد بالبطل الأقوى أنا. البطل الأقوى؟ لكنك لست بطلاً حتى. انتظروا لتروا ذلك الوسام حول عنقي، واضحكوا على ذلك. إذن وسام للبطل الخارق. ها؟ إن حصلت عليه سيعرف الجميع أنني كنت الأقوى. زاحف، عن ماذا تتحدث؟ ماذا لو حطمت الصخرة؟ عندها لن يحصل على الوسام. أنا سأحصل عليه وأضعه كالرياضيين في الكتاب. استخدموا مهارات الكونغ فو يا محاربي النينجا. اضربوا بقوة أكبر هكذا. هيا. لست قويا بما يكفي نينجا، لكنني متأكد أنني أقوى. زاحف توقف. لكن إن حطمت الصخرة وحصلت على الوسام سيكف نينجا الليل عن المحاولة وتحطيم الأشياء. في أحلامك أيها الزاحف الأحمق. محاربي النينجا، دحرجوا تلك الصخرة. استمروا، سنحطمها في النهاية. إن استمر بدحرجة تلك الصخرة سيدمر المدينة. علينا إيقافه. المناورة رقم 77 الآن. لكن ماذا؟ أطلق الخطافات. بومة، ما الذي يحدث؟ لا أدري. أنا عاجزة عن الحركة. لنأخذ صاحبة الريش وصديقيها في رحلة مليئة بالاضطرابات. هل فعلنا؟ يا إلهي، أرجوك توقف. ماذا قلت يا صاحب الحراشف؟ هل قلت تلقف؟ ممتاز، اسحبوا الخطافات. تم تعطيل طائرة أخرى. القليل بعد وسأكون أفضل طيار في الجو. أفضل منك بكثير أيتها البومة. ماذا قصد بقوله أفضل طيار في الجو؟ ربما سيسرق المنطاد من العرض الجوي أيضاً، وكل شيء يطير في المدينة. بومة، طاردي.
ولكن طائرتي معطلة. لست بحاجة إلى الطائرة بوما، أنت بارعة في الطيران. لا أستطيع. ماذا تعنين؟ أعني أنه بارع، لست بارعة في الطيران مثله. ماذا؟ أنت مذهلة في الطيران، لا ذنب لك إن قام بتعطيل طائرة البومة بخطافه ذاك. أجل، وسنساعدك، لنأخذ طائرة البومة إلى المقر الرئيس، ثم سنذهب إلى المتحف. هاي، لم يكن ذلك صعباً؟ جيد أنني تذكرت أن الطائرة موجودة في المتحف. رائع. انظرا، محاربون نينجا، لكن لما يتمرنون؟ حتما للأمر علاقة بالكأس المسروقة. إلى سيارة القط. نعلم بأنك أخذت كأس بطولة الفتى المميز، أعدها لنا. بالتأكيد أيها المقنع الصغير، إن تمكنت من التغلب علي في 3 سباقات، من يفوز يحصل على الكأس، وحتما أنا من سيفوز لأنني الأفضل. مستحيل، لا أحد يتفوق علي، أنا الفتى القط، أسرع بطل في الليل. إذن أهلا بك في كأس تحدي التميز، حيث سأثبت أنا نينجا الليل بأنني أفضل متسابق في وقت الليل على الإطلاق. الفتاة لونا، ماذا تريدين؟ حسن، ظننت أن هذا السباق السخيف بحاجة إلى حكم سخيف مثلي. شخص شرير كحكم؟ مستحيل، هكذا ستفوز. هذا صحيح، يمكنكم الموافقة أو الرفض. موافقون. مع سرعتي سنفوز، وستضطر لونا أن تعترف بهذا. ممتاز، إذن هاي، أين الكأس؟ أرغب في رؤيتها. ليس الآن، لكنك ستتمكنين من النظر إليها جيداً حين أفوز. أعثري على الكأس، لابد أنها لامعة وجميلة، وكل ما هو لامع وجميل لابد أن يكون لي. في السباق الأول يحمل كل متسابق بيضة حتى النهاية على ملعقة. ها؟ فليفز المتسابق الأكثر شغباً. استعدا، ذهبا، انطلقا.